مساء الخير لكل من يتابعنا في هذا البرنامج قانون اللعبة، حياكم الله في شاشتنا شاشة قناة الرياضية، وبالتحديد في هذا البرنامج اللي نسولف عن أبرز القوانين لكل الرياضة. رياضتنا اليوم مثل ما تعرفتوا عليه من خلال الحلقتين السابقتين لعبة الاسكواش والكابتن القدير إشهاب حاجي. هنشوف السيرة الذاتية ونعود. هلا نرحب فيه الكابتن إشهاب حاجي. أبو أحمد حياك الله مرة أخرى. الله يحييك مشاهدينا. أبو أحمد، لاعبين داخل الملعب، نعم، يصير ثلاثة يصير أربعة ولا فردي؟ لا، المباراة الرسمية أي وفق القوانين الدولية فقط لاعبين في الملعب. طبعا لاعب يلعب الإرسال ولاعب يستقبل الإرسال. حلو. المباراة نفسها في الادوار التمهيديه اغلب البطولات إيه؟ يعني ومطبق عندنا بالكويت هنا. حلو. عاده تكون اللي يفوز شوطين ها من ثلاثه هو الفائز بالمباراه. بمعنى اذا لعبوا الشوط الاول فاز في اللاعب، نعم، والشوط الثاني فاز في اللاعب الثاني، يلعبون شوط الفصال. حلو. فيصير النتيجه 2-1. 2-1 تمام. ولكن من الادوار الرئيسيه تكون الفوز بالمباراه من ثلاث اشواط، يعني تنتهي المباراة 3-0، 3-1، 3-2، ما في مشكلة. اللي يفوز ثلاث أشواط من خمسة هو اللي فايز في المباراة. حلو. هذا بالنسبة لعدد الأشواط وبالنسبة لأغلب نظام البطولات اللي حاصل عندنا بالكويت. جميل. يعني أبو أحمد ما تصير زوجي؟ لا ما اللعبة ما تصير. لا يلعبون زوجي كفريق. كفريق في بطولات عالمية زوجي. ايه. بس بالكويت عندنا المطابق الفردي، لاعب ضد لاعب. اي نعم. زوجي يعني اربع داخل ملعب. اربع داخل ملعب. صير. في بطولات عالميه تتم هذا بس مو موجوده. والله ما شفناها ابو احمد. قليل جدا تصير في يعني في صح. دول العالم. صح. نعم. فيها صعوبه اتوقع. طبعا هذه لها متعتها وهذه لها متعتها. اي بلا شك. نعم. بلا شك. زين. ابي اتعرف على عدد الاشواط، عدد النقاط في كل شوط، مثل ما عرفت انت في طبعا ثلاث اشواط او خمس اشواط. تمام. المباريات، ولكن بعرف على النقاط وطريقه تسجيلها. تمام. بالنسبة للي يفوز بالشوط الواحد اللي فايز ب 11 نقطة. حلو. يعني الشوط الواحد عبارة عن 11 نقطة. ينتهي يعني إذا تقول لي أحمد صار 10-10، هل 11 ينهي المباراة؟ صح. أقول لك لا، لازم فرق نقطتين. جميل. لازم إلى ما لا نهاية المهم فرق نقطتين. نعم، فرق تاي بريكس 12-10. حلو. 14-12. حلو. ولا ما لنا، لازم ينتهي الشوط في فرق نقطتين بين اللاعبين. ممتاز. نعم. أبو أحمد 11 نقطة نقطة بنقطة ولا في إرسال؟ لا، تبديل إرسال. بتبادل نقطة بنقطة، ما في تبديل إرسال. بالأول كان يلعبون 9 نقاط وتسع نقاط فيهم تبديل إرسال. حلو. تغير القانون بعد ذلك. إيه. صار 11 اللي يفوز ب 11 نقطة بالشوط الواحد. ممتاز. هو فايز بالشوط. حلو. نعم. أنا حكم المباراة وبسوي القرعة. نعم. منو يلعب الإرسال أول ومنو يستقبل؟ تمام. جميل. انت فزت. نعم. عندك الارسال وانا اللي راح استقبل. كم ارسال تلعب وتبدل الارسال حقي؟ ممتاز. بلشنا المباراه الارسال عندي، ما دام انا فايز بالنقطه العب الارسال. تكمل بالارسال. نعم صحيح. ابتديت من البوكس على اليمين وانت في البوكس الصغير على اليمين وانت. حلو. في البوكس الكبير اللي على اليسار. جميل. استقبل الارسال. أنا ألعب إرسالي فوق الخط اللي بالنص مثل ما شرحنا بالأول. حلو. يوصل عندك نلعب. ايه. فزت أنا بالنقطة، لعبتها أوت، لعبتها تحت بالصفيح. حلو. طقت مرتين بالأرض عليك ما لحقتها. حلو. كلها أنت خسران النقطة وأنا فايز بالنقطة. حلو. يصير سويتش نبدل، أنا أروح بال بس أنت فزت بالنقطة تلعب الإرسال. أستمر. تستمر. ما دام أنا فايز بالنقطة. حلو. أستمر في لعب الإرسال. جميل. نبدل، انا اروح على البوكس الصغير اللي بالجهه الثانيه اليسار. نعم. وانت تروح على البوكس اليمين. اليمين. نعم. فيست استمرينا دائما الارسال عندي. خسرت يتم التبديل. سويتش ولكن سويتش مع اي نعم انا الارسال. استقبل الارسال وانت تلعب
الارسال. يعني في كل نقطه سويتش في سويتش المكان. اي نعم. والارسال يتغير على حسب فوز اللاعب في النقطه. نعم. فاز استمر، خسر تروح الى المنافس، لاعب المنافس. تفضلت بنقطه وايد مميزه اللي هي البوكس الصغير. نعم. انا اشوف ايضا في خطوط منقطه، شنو هذه؟ عندنا هنا في ملاعب نادي النصر الملعب الطوفه الجانبيه تتحرك. ليش تتحرك؟ إيه؟ فيها مثل ماكينه تحرك الملعب، يصير كبير الملعب. جميل. يلعبون فيه اثنين ضد اثنين. حلو. لكن مثل ما قلت لك بالكويت هنا مو مطبق عندنا. ممتاز. اللعب الزوجي فقط، اللعب الفردي. فذلك الموجود الخطوط المناقضه للعب الزوجي. جميل. نعم. جميل جميل. وقف يا كابتن شهاب حاجي، اطلع مع الساده المشاهدين بهذا التقرير ورادي. الاسكواش ومعناها راحة اليد ظهرت في إنجلترا في القرن التاسع عشر، وسرعان ما أخذت في الانتشار، ولكنها لم تلعب على قوانين عالمية موحدة، وشهدت هذه اللعبة تطورين مختلفين بعض الشيء، الأول في إنجلترا والثاني في أمريكا. ومع مطلع القرن العشرين كانت اللعبة قد انتشرت بكثرة في جامعات الولايات المتحدة. أما أول الاتحادات الوطنية للإسكواش تم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1907. رجعنا وياكم بعد التقرير. كابتن شهاب تفضلت في نقطتين، قلت لي إذا طقوا الأرض أكون خسرت أنا النقطة إذا ما لحقت عليها. صحيح. هي المفروض طقة واحدة في الطوفة وطقة بالأرض أو مباشرة أقدر، صح؟ نعم صحيح. حلو. إذا ما لحقت خسرت نقطة. زين. مرات نشوف اتوع الجيم بالكره وتيني. نعم. اقدر اكملها ولا اكون خسران؟ نعم. يسمونها سايد بول، كره جانبيه، كره. نعم. حائط. حلو. انت تلعبها يعني في الطوفه الجانبيه وتوصل الى الى الى, الى, الى الحائط الامامي. اللاعب المنافس اذا قدر يلحقها طبعا يلعبها، ما في اي اشكاليه. حلو. اذا ما قدر يلحقها طبعا تكون نقطه لك انت. يعني اقدر اطق ضربه جانبيه بعدين تروح على الطوفه الرئيسيه؟ إيه. ولا الطوفه الرئيسيه بعدين الجانبيه؟ في الاثنين صحيح. اوكي. حلو. المهم بالنهايه الكره لازم توصل الحائط الامامي. ممتاز. على الجنب توصل الحائط الامامي او الحائط الامامي تلعب على الجنب او ما تلعب بس يعني المحك على قولتهم الكره توصل للحائط الامامي. اثناء المباراه طارق تنفعل تحتج سواء مع المدربين او حتى اللاعبين او حتى الحكام؟ لا ابو شاهين ابدا. لا تحتك مع لا مدربين ولا لاعبين ولا. نعم. لعبه تحتاج هدوء منك انت كمدرب. حلو. يبقى اللاعب لاعبك ملعب هذا، اذا انت تنفعل برا اللاعب ينفعل ويطلع من المباراه. صح. انت تبي دائما اللاعب يعني يكون هادي، وهي رياضه والهدف منها اول شيء تعرفون على بعض. شبابنا هذيلا ما شاء الله عليهم عندهم مواهب عندهم امكانيات. اي يا يستمتع يا يستمتع وما شاء الله كلهم على خلق وكل لاعبين الانديه وكلهم ما شاء الله احترام وكلهم تقدير. دائما ما عندنا الحمد. صح. لله ما عندنا هالمشاكل ولا عندنا هالنجره اللي تصير ابد. الحمد لله لعبه راقيه وما شاء الله وكل كل الشباب راقيين كل الرياضات الكويت ان شاء الله كلهم ما شاء الله عليهم. الروح الرياضيه احنا دائما نقول صحيح. مطلوبه في كل رياضه في كل مباراه في كل حدث. ف على سماهم على وجوههم في هذه الصفه. كل الشكر لك كابتن شهاب حاجي ابو احمد. مشكورين ما قصرتوا على المقابله. سلمي. وتنورون المشاهدين. نعم. في الرياضات يعني نقول احنا ما نبي نقول مظلومه، الرياضات هذه اللي يعني ما عليها الضوء. نعم. ايه لعبه فرديه بالكويت، الرياضات الفرديه ما شاء الله فيها ابطال. صحيح. فيها يعني يطلع منها. نعم. يعني تشوف انت الدول العالميه دائما يعني تركز على الالعاب الفرديه هذه لسهوله تحقيق الانجازات فيها. صحيح صحيح. الالعاب الجماعيه ما شاء الله عدد كبير من اللاعبين، مبالغ ضخمه. نعم. تضخ في هالرياضات. أكيد. هذه أكيد. وما تدري تحقق انجاز ولا لا. لو المبالغ هذه تصرف على الالعاب الفرديه ومن ضمنها الاسكواش ما شاء الله بتشوف ابطال كل سنه. اكيد. واسامي كثيره مرت في هذه الرياضه. نعم. ومميزين تبارك الله. ما شاء الله. نعم. كل الشكر مره اخرى كابتن شهاب حاجي. العفو يا ابو شاهين وما قصرت. مشكورين. أكيد وصلنا إلى الختام وكنا بسلسلة جميلة ثلاث حلقات متواصلة عن رياضة الإسكواش مع الكابتن شهاب حاجي، أعطانا تفاصيل مهمة دقيقة أيضا عن هذه الرياضة. انتظرونا إن شاء الله في رياضة أخرى في قانون اللعبة. فما لكم.